السلام عليكم. حلقتنا النهاردة عن تحليل مهم جدا، هنتكلم عن تحليل الأوكلت بلاد إنستو، تحليل الدم الخفي في البراز. هنتكلم مع بعض ايه أهميته ونعرف ايه شروطه ونتكلم عن كل تفاصيله. خليكم معايا لآخر الحلقة. معكم سالي البيار، استشاري تحليل طبية. لسه مش عارفني، زي ما اتفقنا كلامنا النهاردة عن كل ما يخص تحليل الأوكلت بلاد، وباختصار زي ما تعودنا. ايه هو تحليل الأوكلت بلاد؟ ويعني ايه بدور على دم خفي في البراز؟ من اسمه كده، هو دم موجود بس مش قادر اشوفه بالعين المجردة. الدم ده بيكون نتيجة لوجود ايه؟ نتيجة لوجود خدوش او جروح كده في جدار القولون او المستقيم ممكن تحصل. يبقى من ضمن اهميته ان هو بيكشف لي او يساعد في تشخيص مبكر عن وجود كانسر في القولون او في المستقيم، بس طبعا مش بيجزم 100%، لان مع كشف السريري للدكتور والتحليل بتاع الاوكلت بلاد لازم كمان لو طلع حتى بوزيتيف يطلب معاه من زاوية القولون لو هو شاكك فعلا في كانسر. كمان بيكشف لي عن وجود التهابات في الامعاء او وجود قرح في المعدة او حتى بواسير، كل الحاجات اللي ممكن تؤدي لوجود دم خفي بسيط ما يتشافش بالعين المجردة. يفضل ان هو يطلب له او المريض يجيب لي للمعمل اكتر من عينة عشان نقدر نحدد اكتر، ونبدأ نكشف بمواد كيميائية كده او بنقول عليه بفر بطريقة معينة للتحليل عن ايجابية التحليل ده ولا طلع سلبي. ما بياخدش وقت خالص على فكرة، ممكن يطلع في نفس اليوم. كمان بنلاحظ ان في ناس كده بتبقى عرضة اكتر لإيجابية التحليل ده، ولازم يطمنوا على نفسهم على طول، هم الناس اللي فوق 50 سنة. يفضل طبعا لو ظهر اي اعراض من اللي احنا هنقولها ان هو يبدأ ياخد عينة استول ويروح المعمل، او يبدأ يتابع مع الطبيب المختص، وهو طبعا بديه هيطلب التحليل بتاع الأوكلت بلاد. طب ايه هي الاعراض دي؟ بتكون اغلبها الام شديدة في البطن، ممكن يحصل قيء معاها، ممكن يحصل احيانا نشوف دم بس بسيط خالص، واحيانا طبعا لا. ممكن يحصل كمان ضيق تنفس او فقدان للوزن بطريقة ملحوظة. طيب احنا بنقول دلوقتي العينة برضو لها شروط، لازم تكون مستوفية الشروط دي عشان ما يبقاش في اي نسبة خطأ في التحليل، ولا يطلع بوزيتيف بالغلط ولا يطلع سلبي بالغلط، اللي احنا بنسميها فولس نيجاتيف. ايه الحاجات اللي ممكن تأثر على نتيجة التحليل؟ ان البيشنت يكون مش ملتزم بالممنوعات اللي الدكتور او المعمل هيقولها من قبل التحليل. الممنوعات دي يكون ان هو يقف خالص من قبل التحليل ب 48 ساعة او 72 ساعة كمان عن كل المأكولات اللي فيها فيتامين سي او حديد، واللي اغلبها بتكون خضار وفاكهة او لحوم حمراء. وطبعا بديهي كده يوقف برضو اي ادوية لفيتامين سي او ادوية حديد، وكمان بلاش اسبرين ولا مضادات التهابات. وزي ما قلنا يفضل اكتر من عينة ياخدها للمعمل. يفضل طبعا لو هي انثى وفي فترة البيريود تستنى لما الفترة دي تخلص وبعد كده تجمع العينة وتوديها المعمل. التحليل ده يتعاد بعد سنة عشان دايما نعمل شيك اب على نفسنا، سواء طلع ايجابي او طلع سلبي، بس حتى يكون في اعراض من اللي احنا بنشتكي منها اللي انا قلت عليها. التحليل ده مهم جدا، هو زي ما يكون يعني بعينة براز، بس مش تحليل البراز الكامل العادي اللي احنا متعودين عليه وعملنا عنه حلقة قبل كده. ده احنا كنا بنكشف بيه عن وجود صديد او وجود دم بكمية ملحوظة او وجود طفيليات او حتى عسر هضم او ديدان. وبرده مختلف عن تحليل الكالبروتكتين اللي بتعمل من عينة استول عادية عينة براز، وعملنا عنه حلقة قبل كده. كل حاجة منهم لتشخيص او للكشف عن حاجة معينة. وزي ما اتفقنا كلمتكم باختصار، اللي له اي سؤال يكتبه لي في كومنت. تنساش لو عجبتك الحلقة لايك وشير، لو اول مرة تشوفنا تنساش بقى تشترك في القناة لو مهتم بالتحاليل الطبية والصحة العامة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو ينزل. سلام عليكم.